السلام عليكم ورحمة الله إخواتي في الله، كيف حالكم؟ نتمنى باش تكونوا بخير وعلى خير والصحة والسلامة. باش ندخلوا كما تيقولوا ديريكتومون للوصفة، جيتكم نصنع معكم العجينة المورقة. هذه العجينة المورقة كتحتاج أربعة ديال الحاجات، كتحتاج الطحين، كتحتاج الماء يكون بارد مزيان الثلاجة، كتحتاج واحد سيقولوا 5 غرام 7 غرام ديال الملحة، وكتحتاج الزبدة. الزبدة عندي في الثلاجة تنبغي نصوبها وعدها. كنبداو كنديرو هنايا، كناخد هاد الملحة هادي ندورها على الطحين، و تناخد الماء بارد اخواتي. ساهلة، عندي اللي قلت لكم 4 ديال اللي كنحتاج، وهما الطحين، والطحين اللي هو 500 غرام، الماء 250 غرام النص ديالو، الملحة قلت لكم ما بين 50 حتى 70 غرام، وغادي نبدا نحرك من الداخل لهنا برا بهذا الشكل هذا، بحال واحد سميتو بحال واحد مولينو هكا. انا كنحرك وهي كتجمع بوحدها بهذا الشكل هذا. انتما كتشوفوا غادي نزولها من هنا، عندي شويه ديال الطحين، غير شويه، وغادي نقبضها، وغادي نعركها مزيان، واحد 5 دقايق، ولا 10 دقايق على حسب، صافي. دابا غادي ندلكها مزيان، ملي غتوجد غنرجع معكم. دابا غادي دلكتها واحد 7 دقايق 8 دقايق، ويزيدو زيدو زيدو على حسب، وغادي نجمعها ونديرها في كوارع. غادي نديرها هنايا ونخليها ترتاح واحد نص ساعة، نص ساعة بالضبط. بالنسبة للزبدة، في كل وحدة فيها 250 غرام، 250 غرام. هذه الزبدة اللي أنا مابقيتش كانت سالات لهم، خديت هاد الزبدة هادي تا هي، نفس عندها نفس المقادير ديالها، 83% ديال الماتيريال غراسا، وهي زبدة حيوانية. غادي نبداو بها هي الأولى، نبداو بهادي. نجيبو بابيل ديال الكاغي ديال الفران، وغادي نضربو عليها. هانتوما كنرجعو ملي كنبقاو نضربو عليها، كنطلقو عاوتاني شي شويه من هنا، كتجي كاريه تقريبا. نزولوها من هنايا و تنديوها في الفريجيدير، ماشي الفريجيدير، كندوها في الثلاجه باش تبرد باش نوجد الثانيه. هانتوما كتشوفو اخواتي في الله، ها الباستا ديالنا وجدات، هاهي الطلقات، زولات داك النيرفيو ديالها. خليها هادو هنا هاكي هادا. دابا غادي نطلقوها، و
غنماركيوها 4 ديال الرشمات هاد الشكل هذا. غادي ناخذو هاد الجهه هادي ونفعو عليه، هاسي هاد جولة الجهه هادي غنفعو عليه، هاد الجهه هادي غنفعو لهنا، وهاد الجهه هادي غنفعو لهنا، نخليو بحال واحد فولكون هنايا بركان. كتجي بحال كروة هاد الزبدة هادي، اللولة ها اللولة هي زدنا لتحت، والثانية حتى هي طقتها وانتوما كتشوفو، ها هي ها اللولة طقتها خصها تزيد فيها ما يمينو المربع، طقت عطيني الثانية تتسلقات درتها عليها. دابا هاد الزبدة هادي غادي ناخدوها وغادي نديروها هنايا بهاد الشكل هذا. ملي غنطلقوها هانتوما غتشوفو طلقوها مزيان خصنا الزبدة ماخدنا شي على برا، نجيبو هادي هاكا، هادي غادي نغطيو بيها هادي، هادي داك البابيل غتمشي غديرها في التلاجة. دابا غديرها في التلاجة ترتاح واحد ربع ساعة. انا نطلقكم الطاقه الثانيه ان شاء الله الرحمن الرحيم، غتمشيو بنفس العمليه اللي وريتكم قبيله، نفس العمليه، ومنين غتوصلوا للثالثه حتى هي نفس العمليه، ديما على اليسار الاولى الثانيه، غادي ندور على اليسار غادي نطلق نديرها في الثلاجه الثالثه. ملي ديروا الثالثه دابا هذه الثانيه، ملي نديروا الثالثه غتطلقوها، أنا نوريكم كيفاش غتطلقوها. صافي غتنيها هكا، عاوتاني غادي نجيبها هكا، وغادي نجيبها اليسار، وغنمشي على هاد العملية هادي. دابا هادي التالتة اللي غادي ديرو نتوما إن شاء الله، ها التالتة غادي نصوبها تاهي، غادي نطلقها، غادي ديرها نفس العملية، نغطيها وندورها جهة اليسار. وغادي عاوتاني الثلاجة ربع ساعة، ست خطرات، نزيد نحسبو ستة، الثالثة الستة هي اللي غتبقى في الثلاجة، إلا بغيتو تقطعو منها الطرف تصوبوه، والطرف الآخر إلا بغيتو كاع تخليوه دابا يومين ثلاث أيام أربع أيام، غادي ديرو في البلاستيك وغادي ديرو في الكونجيلاتور، وفوق ما تبغي تجبدو شي حاجة غادي تصوبها في الكونجيلاتور. غتشوفو أحبائي في الله، عندي ساليتها دابا خرجتها دوزت 30 دقيقة في الثلاجة، تالية كاع. نتوما باش ما تغلطو شاي غادي ديرو 6 ديال العواد، 6 ديال العواد الاولى اللي درنا في الاول اللي درنا فيها الزبده درنا فيها كلشي كتحسب وحده، الانسان ربما ما يعقلش ولا شي حاجه، غتهزو واحد غديرو هنا، عاوتاني الثانيه هكاك ملي تقلبوها عاوتاني غتزولو الثاني، غتمشي للثلاجه دو فوا، ملي ديروها جوج خطرات غتمشي للثلاجه ربع ساعه، عاوتاني ملي غديروها جوج خطرات متابعين ربع ساعة في الثلاجة. الثانيين اللي غادي ديرو الثانيين، الثالثة الستة كتمشي نص ساعة، ديك الساعة لا بغيتو تخدمو بها تخدمو بها، أنا غادي نقطعها لكم، أنا حتى غدا أنا نخدم بها إن شاء الله، شوفوها كي جات، بسم الله، هانتوما كيما كتشوفو. سمعني قريت، ها انتما كيما كتشوفو، ها هي جات مورقة، مورقة، وغدا إن شاء الله
غادي ندير بها واحد سميتو واحد الوصفه، ونتمنى الله تكون عجبتكم هذه الوصفه هذه.